لما عملت فيديو قبل كده عن السنن المهجورة وقلت سنة من السنن المهجورة، لقيت ناس كتيرة جدا بعتالي يا ريت يا شيخ تحاول تدور على السنن المهجورة وتعمل لنا عليها فيديوهات تاني وتالت ورابع. فالنهاردة أنا جايب لحضراتكم سنة من السنن المهجورة اللي المرأة والرجل فيها سواء، ولا ليها وقت ولا ليها ميعاد بعد ما تصلوا على الحبيب. الواحد فينا لما بيجي نازل من البيت بيخش يتهيأ ويلبس ويبقى على سنجة 10، مش كده ولا ايه؟ زي ما بنقول يحط كريم ويحط برفان، امال ايه، لكن بينسى يعمل سنه من السنن المهجوره اللي احنا هجرناها الا ما رحم ربي. والسنه دي عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والسنه دي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعملها كل ما يجي خارج من البيت، لا ليها وقت ولا ليها ميعاد. طب ايه هي السنه دي؟ السنه دي باختصار قبل ما حضرتك تخرج من البيت لاي سبب، تقوم تصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى. ايوه انت سمعت صح، تصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى. فايدتهم ايه يا شيخ؟ هستفيد ايه؟ اسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول: اذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين يمنعانك من مخرج السوء. يعني باختصار هيحفظوك من كل ظلم ومن كل ظالم ومن كل شر ومن كل مس ومن كل ساحر ومن شياطين الانس ومن شياطين الجن. سيدنا النبي قال كده، وقال كمان: واذا دخلت الى منزلك فصلي ركعتين يمنعانك من مدخل السوء. يعني وانت داخل البيت ربنا ان شاء الله يحفظ اهل بيتك ويحفظك من تدخل الشيطان ومن المشاكل ومن القرف اللي بنسمع عنه. يقول لك يا شيخ اول ما بيخش المشاكل بتقوم لأتفه الاسباب، علشان ما فيش احياء لذكر ربنا في بيوتنا. واحنا للاسف من السنن اللي ضيعناها ان احنا نصلي ببيتنا. على فكره يا جماعه، مش معنى نصلي ببيتنا نصلي الاوقات المفروضه، لا. وبما ان الشيء بالشيء يذكر، فحابب اقول لحضرتك ان السنة دي لا ليها وقت نهي ولا ليها وقت منع خالص، لان الصلاة ليها سبب. حابب اقول لك طبعا ان احنا هجرنا الصلاة في بيوتنا، واقصد بكده صلاة النفل او التطوع او السنة او الصلاة النافلة عموما، اللي هي باب كبير قوي من ابواب الخير، الباب اللي احنا نسيناه والباب اللي احنا تركناه. وعايز اقول لك ان تخيل ان صلاتك في بيتك افضل من الصلاة في المسجد النبوي. على فكرة ده مش كلامي قبل ما تهاجمني وتزعل، ده كلام المعصوم نفسه صلى الله عليه وسلم بيقول فيه. احفظ الكلام ده كويس قوي، فيما رواه ابو داود: صلاة المرء في بيته افضل من صلاته في مسجدي هذا الا المكتوبة. يعني ايه المكتوبة؟ يعني المفروضة، اللي هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول افضل من الصلاة في المسجد النبوي، يبقى ليك تعرف يعني ايه ثوابها وقد ايه فضلها وحجمها وخيرها. وعلشان كده ياريت بعد اذنكم نرجع تاني نصلي في بيوتنا. نصلي في بيوتنا ايه؟ نصلي النافل ونصلي السنة ونصلي التطوع مش الفرض، علشان ما حدش يصلي ببيته ويقول لك انا سمعتها من الشيخ محمد ويلصق بينا ما لم نقله زورا وبهتانا. وخلصت الكلام، وقبل ما اقول لك سلام وختام، فاحرص على احياء بيتك قبل ما تخرج تصلي ركعتين، واحرص ان انت تخلي بيتك كده منتعش بالصلاة فيه. وأقول لك على حاجة عجيبة، أنت وهو تخيل إن المكان ده اللي أنا بصلي فيه باستمرار، أو أوضة النوم بحكم إن أنا بصلي فيها الوتر دايما، وديك عرفت سر من أسراري، المكان ده لما أنا أموت هيبكي عليا، والمكان اللي جوه في أوضة النوم هيبكي عليا ويقول اللهم اغفر له وارحمه، اللهم زد في إحساني. ليه؟ لأن الملائكة هتقول له ده مات لما يقول اللهم إن كان قد منعه الصلاة فيه مرضا فاشفيه حتى يأتي، وإن كان دينا وإن كان شيئا أهمه فسدد عنه. فيفضل حاله كده لحد ما الملائكة تخبره ان هو صاحبك مات، او صاحب المكان اللي بيصلي فيك مات. فالمكان ده يبكي عليك ويبدأ يدعي لك، ويا سلام تبكي عليك الجماد. ايوة يبكي عليك الجماد، وتبكي عليك السماء، وتبكي عليك الارض. محتاج اقول لك في النهاية، من الفيديوهات القليلة او اللي دايما اقول لك فيها، شير في الخير او احفظ وبلغ. لو مش عايز تشير الفيديو، الموضوع والله لا ليه علاقة بترند ولا بنسب مشاهدات، انما ليه علاقة ان احنا نحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي ماتت فيه. عسانا ان يحيي الله قلوبنا يوم ان تموت القلوب، وعسانا ان ننال من اجر من يعمل بها من غير ان ينقص من اجورهم شيء. دمتم في امان الله مستورين.